اهلا اهلا، شو اخباركم؟ طمنونا، سمعنا عن موضوع اجدادنا واحبتنا خطايرتنا اللي احنا بنحبهم واللي احنا حريصين عليهم. شو الاخبار عندك؟ طيب احنا كمان اوصانا السيد الرئيس محمود عباس بخصوصكم، هو يعني اتصلوا يعني يطمئنوا عليكم. انا راح ابعث لك مجموعه من الـ من الـ من الـ الاشياء اللي ممكن تساعدكم. بدي اشوف اذا ممكن نبعث لكم شويه فيتامينات لهم. طيب نبعث لك مجموعه من الفيتامينات، نبعث لك مجموعه من الكحول والتعقيمات من اجل التعقيم. هلا بنرتبهم، بكره الصبح ان شاء الله بكونوا عندك. واي شيء بدك اياه ابعث لنا، احنا جاهزين. يعني توصيه السيد الرئيس عليهم كانت كثير كبيره، وبالتالي يعني احنا يعني سعيدين ان نساعدكم باي شيء بدك اياه، وهي وزارتكم، اي شيء بتحبه احنا جاهزين. لا هدول اهلنا، واي شيء بدكم احنا جاهزين، لا ولا يهمكم. وبعتذر فيكم وبعتذر في المجتمع المحلي من المحافظ ومن جميع المؤسسات في اي حال، كل الوكالات معي لتخطي هذه الازمه ان شاء الله بنتخطاها. ان شاء الله بتتخطوها، اي شيء بدك تحكي معي، انا هلا راح ابعث لكم فيتامينات وابعث لكم كل الاشياء اللي ممكن تحتاجوها. بعث لي اياها اليوم عشان بكره كلنا ننزل مع بعض بسياره. ولا يهمك، تحياتي لكل واحد فيكم وانت على راسهم، ولكل اختيار واختياره من حبايبنا، ولكل الطاقم اللي عندك، وان شاء الله بكره بننزل لك يعني كل ما تطلب. انا احنا راح نبعث لك من عندنا ايش ممكن، وانت ابعث لي ايش بدك عشان كلنا نحطه بسياره واحده ونبعته. اوكي، اهلا اهلا اهلا، الف سلامه عليهم، يا هلا بيك. اهلا اهلا اهلا.